فناني الجميل طارق صبري، انا سعيد اني بلتقي بيك النهارده في المبادره الانسانيه الجميله دي للصحه، للرعايه الانجابيه. كلمني عن المبادره دي، شايف الفكره ازاي؟ شايف ممكن تحقق ايه الفتره اللي جايه؟ هي الجمعية المصرية، اسمها الجمعية المصرية للصحة الإنجابية. الجمعية دي عاملة حملة اللي هي بتوعي المرضى، مريض السرطان من قبل ما بيتعالج، ان هو ياخد باله، ياخد احتياطاته ويعمل اجراءات اللي تخليه يقدر يخلف بعد بروتوكول علاج او بعد ما يتعافى من المرض. الحكاية دي مش موجودة عندنا هنا في مصر، دي اول مرة تعمل في مصر، موجودة بره. لكن الحق ده يعني مع انه حق مكفول، المفروض ان يعرف المريض ان هو الانجاب عنده هيبقى صعب جدا بعد ما يتعالج، ما بيبقاش عارف، بيخش ياخد اجراء مثلا، يخش ياخد يتعالج اشعاعيا او يتعالج ببروتوكول كيماوي ويطلع منه ممكن معافى، يتخلص من مرض السرطان، لكن يفقد القدره على انه ينجب. فالحمله دي بتاعت كده توعيه للمرضى، توعيه للاطباء برضه ان هو لازم يقول للمريض انه لازم ياخد الاجراءات دي او يعمل الخطوات اللي تخليه يقدر يرجع يخلف بعد كده، وهي دي فايده الحمله. واحنا يعني سفرة معاهم للحمله دي، ويا رب ان شاء الله كده يعني كل مصر تتوعى لهذا، لان فعلا مريض السرطان يستحق هذا الحق.